حتى بعدين يطلع لها حس، حتى تتعلم، حتى تتعلم ترتقي، تتعلم يصير عندها احترام، لأنه أكو ناس ما تجي بالعين والأغاتي ولا تجي بالاحترام. أريد هسه من كل اللي باللايف يسمعوني زين وللأخير، تمام؟ وما راح أبلش هسه لحد ما كل الناس تجي وكل الناس تكون باللايف، يلا راح أبلش أحكي، لأنه هذا خاصة الكلام لكل اللي باللايف ولكل اللي ناس يتابعني وكل واحد يعزني أخلاقي ويعرف أنا شنو ويعرف رايدر منه ويعرف شنو أخلاقه واحترامه. إذا أنت صدق تعزني أتمنى تتابع اللايف للأخير وتعرف أنا هاي معستي، راح أطلب منك طلب لأنه بالأخير، تمام؟ بنهاية هذا اللايف أنا راح أطلب طلب، وأنا أعرف ولا متابع من وين ما كان من أي بلد كان ما يردني ومستحيل يردني، تمام؟ وأنا أريد منكم طلب بنهاية اللايف، وأقسم بربي والله العظيم وعيون أمي إنه أنا ما أحب أسوي هيك شيء ويا أي أحد، تمام؟ والله العظيم، بس هذول الناس يستاهلون وزيادة، ويستاهلون وحيل بيهم، ويستاهلون وأكثر، تمام؟ يستاهلون لأنه ما عندهم أخلاق لا بالبرنامج ولا بالواقع ولا ولا بأي مكان. يعني حرامات أصلاً أهلهم جايبيهم للدنيا، حرامات والله حرامات أهلهم جايبيهم للدنيا، خسروا بيهم. يعني أنا مثلاً لو واحد من أهلهم كان حرفياً حطيت راسي بالقاع من أمشي من أطلع برا، ولا كان جبت سيرتهم، ولا كان قلت تعرفهم، ولا كان قلت هذول أهلي، لأنه جد يخزون، جد يفشلون، محتواهم يفشل، شخصيتهم تفشل، حكيهم يفشل، طريقتهم باللايفات تفشل، طريقتهم بالسوشيال ميديا مخطيها تفشل. عندكم ناس صغار تتابعكم، عندكم بني آدمين، عندكم بشر تتابعكم، عندكم ناس تتعلم منكم، كل اللي يتعلموا منكم غلط، كل شيء منكم يتعلموه غلط حرفيا. انتوا اللي يتابعوكم نفسهم خطية، واقسم بالله خطية، يفوتون على لايفاتكم حتى يتعلمون منكم، وفوقها يتعلمون الغلط. انا قبل ما ابدي احكي اي شيء، لو سمحتوا طلب صغير واخوي انه تشيرون هذا اللايف، اريد الكل يكون باللايف قبل ما ابدي احكي، ومن ابدي احكي اريد الكل يكون موجود، وما اريد اعيد كلامي مرتين حتى كل تسمعوني. بس انا قلت لكم بنهاية هذا الموضوع كله، اريد اي واحد يعزني الشيء اللي راح اقوله اتمنى يصير، وانا اعرف اللي يعزوني هواية وكثار بهالبرنامج، واعرف كل الزين انه انا والله وعيون امي اللي ما احلف بيها كذب، انه انا بحياتي ما قلت كلمة كذب، وبحياتي ما افتريت على شخص، وبحياتي ما حكيت ولا كلمة غلط على شخص الا ما كانت صايرة بالواقع، ومستحيل افتري على شخص او احاول اقلل من عنده الا اذا كانوا هذول الاشخاص دايسين على طرف من طرفي، تمام؟ وانتوا تعرفون كل الزين انا بحياتي ما جيت بخط احد، ولا بحياتي غلطت على احد، ولا بحياتي ايش قد غلطوا علي انا ما نزلت من قيمة احد، والحمد لله احترامي وكرامتي وكرامة متابعيني واحترام متابعيني موجود من اي دولة كانوا على العين والراس، وكلهم اتشرف بهم. بس انا عندي طلب منكم صغير، كلش صغير، بعد انتوا ومعستي، اذا انتوا صدق تعزوني بنهاية اللايف هذا الطلب راح اطلبه راح تسووه. اللي اريده منكم انه تتابعون اللايف للنهايه، ويا ريت تشايرون اللايف لحد ما يجون الناس كلها حتى ابدا احكي بالموضوع، لانه انا قلت لكم اريد الناس كلها تسمع الموضوع مني، ما اريد تروح تسمع الموضوع مقصقص من الاكسبلور، لو تسمع الموضوع مدري منو ويرجعون هذولاك الناس يرجعون اكسبلور ويجيبون مشاهدات. كافي شباب، احنا ما يصير نعطيهم مجال لهالدرجه هاي، ماخذين برنامج لعبه، ماخذين سوشيال ميديا لعبه، ماخذين بنات الناس لعبه، ماخذين سمعه الناس لعبه. على ابو يلا انا اغلط واعتذر، أغلط واعتذر، الإنسان يغلط ويعتذر مرة مرتين ثلاثة على عيني وراسي، بس مو كل مرة يغلط ويشوه سمعة الناس وبعدين يرجع يعتذر. ترى هاي بأي قاموس ما موجودة، ما موجودة، ما موجودة. هذول أنت اللي تعيش حاليا حياة بيها سمعة ناس بيها، أوكي كشاب آني جزء ما يهمني، بس عندك البنات اللي أنت قاعد كل شوية تحكي عليهم، هذول شنو ذنبهم؟ انت من تشوه سمعتهم وترجع تعتذر وتسوي نفسك ما مسوي شيء وتمثل عليهم، وورا شهر نلقيك انا هذول نفس البنات هم ترجع تحكي عليهم، وهم ترجع ورا يوم انت تعتذر. يعني انت شنو مفكر؟ انه مفكر الناس اغبياء؟ مفكر انه الناس اللي باللايف والناس اللي تتابع السوشيال ميديا انه مفكرهم اغبياء؟ لو مفكرهم ما يفتهمون بالسوشيال ميديا؟ يعني لو مفكر اذا الناس محترمين وطيبين ويسامحوك وينطوك فرصه انه تتحسن، هل هذول الناس مفكرهم انت ما عندهم عقل ولا ما يفكرون؟ شنو مفكرهم انت بالضبط؟ شنو حاسب نفسك على المجتمع؟ لسه كل ما تفتح ويا موضوع يقول لك انا جبت بلايف هالقد وانا جبت مشاهدات هالقد. حبيبي اذا اريد كنا نحكي بالمشاهدات فمننا الباكر ما راح نخلص، ترى
انا صار لي 3 سنين بالسوشيال ميديا، لو ريت كنا مشاهدات كان جبنا بنات الناس والعالم وطلعنا على ظهورهم وحكينا على شرفهم على مود نطلع يصير لايفنا 240-200 وبالعافيه عليك يعني، بس ما حد ترى يريد يطلع. انا متاكد هذول الناس كلهم اللي باللايف لو تعطيهم فرصه يصيرون بمكانك اقسم بالله هاي انا اقسم لك واجيب القران اسحلف لك عليه، ما حد يريد يصير بمكانك. مكانك جوا القاع، مكانك جوا راسك انت من تمشي المفروض من تطلع بالشارع راسك المفروض تنزل من تمشي، لانه انت مشهور مشهور انت مشهور يا ريتك مشهور انت مشموس عفوا بحكيك على شرف البنات، هذا انت المشهور بيه، هذا انت المعروف بيه انك تحكي على شرف البنات، كل ما تنزل مشاهداتك تحكي على شرف بنيه، اول شيء انت حكيت على شرف بنت بلدي تمام. انا ايش قد ما صار بيني وبنت بلدي مشاكل، ايش قد ما انا وياها تعاركنا بحياتنا، لا انا طلعت لها شيء خصوصي وحكيت على شرفها ولا هي طلعت لي شيء خصوصي وحكيت علي، نسب بعض نتعارك نتضارب، انت مالك علاقه، انت تقعد وتنشب، انت تقعد بالزاويه حالك حال اي واحد انا اربيه تمام، وهذا اللايف جاي ده اربيك تقعد وتنشب، وانا مستعد اعتذر منها لبنيه لانها بنت بلدي، ما راح انطبيها قدامك فاهم، لو لا ما راح احكي عليها قدامك، لا تصير حشري وتفوت نفسك بالموضوع وتجي تقول رايدر يسد حساب ورايدر مدري شنو، انت تقعد وتسكت، انت من تصير رجال بذاك الوقت يطلع لك انسان وتحكي صرصوري صرصورته ما اشوفك اني دايسك وماشي اصلا صار كم مره انت حكيت واني ما رديت عليك، كم مره دستك انت صرصور دستك وماشي ومكمل كم مره، ما تفتهم انت ما تفتهم، بعدين انت البنيه هي صغيره ومبين عليها انه هي صعدت وياك جست، لان الصراحه هي ما تعرف نيتك ما تعرفك انت انسان وسخ، انت انسان حتى حلقك وسخ، هاي سنونك اللي دفعت عليها فلوس خبصتنا سويت سنوني سويتهن خبصتنا بسنونك، خبصتنا سويت سنونك، السيارات لهم كملين انت مسويين باعلان خبصتنا سويت سنوني ب$3000 والله افتهمنا ترى حلقك بعده وسخ، اتمنى شوف اذا تريد افوت لللايف والله ادعمك انزل لك سود وادعمك، كمل سوي سنونك بلكي حلقك ينظف وتبطل تحكي على شرف البنات، بطل بطل هاي السالفه بطلها، بطل السالفه انك تحكي على كل بنيه صادقه تحكي وراها اوكي اول شيء حبي وحياتي ومدري شنو هاي وتعاملها معامله زينه وبعدين تحكي على شرفها، شنو انت ماكو احد يوقفك، شنو من شايف نفسك انت مثلا، انت منو اصلا، شنو انجازك بالسوشيال، انت انجازك شنو بالسوشيال ميديا بس قل لي، انك جبت مشاهدات لانه تحكي على شرف البنات هذا انجاز، هسه من نقعد نحكي هسه انت منو يحترمك بس قل لي، انت منو هيك احسن لك يعني من تنهان، منو يحترمك، انطيني واحد بس يريد يصير مكانك، انا اريد اشوف واحد ياخذك قدوه، منو ياخذك قدوه بهالحياه، اللي ياخذك قدوه بهالحياه حرفيا هذا يكون يعني حتى حرام اقول مثلك، تدري ليش؟ لان هذا يكون مخدوع بيك، مخدوع عبالة انت رجال، انت رجال بس هنا باللايف، انت مو رجال بالواقع، انت لو بالواقع رجال ما تحكي على شرف بنيه، مو كل مره تقعد تتنمر تفتح لايف وتتنمر عليها، بس انت مو رجال، انت مشكلتك من خدع بنفسك وعبالك يمكن انت تقدر تصير مثل غيرك، بس انت مشكلتك تحاول تصير على شرف البنات، انت مشكلتك انه كل ما تريد تطلع تصعد ترند تجيب لك بنيه جديده شويه تسوي لها حب حياتي علاقات يلا يلا حبيبتي يلا شويه يلا والله حبك يلا جاي خطبك ثاني، ورا خطيه البنيه تنصدم به هذا انسان يحكي على شرف ويفضح ويسوي مدري شنو هاي، يعني هسه احنا نجي نحكي هذا الحكي همك ان نريد نحكي هذا الحكي، بس هذا شخص يخلينا نضطر نحكي شي سوالف وننزل المستوى اقسم بالله، حبيبي صرصور شوف خليك قاعد بمكانك، هسه انا هنتك قدام الناس كلها، شوف هاي الاهانه، هاي الاهانه اللي تشوفها هاي قليله عليك، هاي ولا شيء، انا تدري لو اشوفك بالحقيقه يعني انت احمد ربك انه انت بيني وبينك تليفون، لانه انت مستحيل اصلا تصير رجال وتشوفني بالواقع، مستحيل مستحيل تصير، انت مو رجال، انت لو رجال باوع وهاي قدام الناس كلها قولها، انت اذا رجال قول اسمي باللايف، انت اذا رجال اريدك تجيب اسمي باللايف، انت مو رجال ليش؟ لانك ما تقدر تجيب اسمي باللايف، ما تقدر ما تقدر تقول اسمي، من تحكي علي تحكي بطريقه مو مباشره غصبا ما عليك، لانه تعرف اني ادوسك وامشي، انت صرصور صغير صرصوري انت ادوسك وامشي حرفيا، انت لو قدامي اصلا ما اشوفك ما شايفك انا لا بالسوشيال ميديا ولا بالحقيقه، وصدقني الناس اللي تتابعك لما تجيب بنيه جديده، لانه تريد تعرف هاي البنيه تريد تنقذها خطيه منك، لانك انت انسان متوحش حرفيا، انت انسان ما عندك انسانيه، لو عندك انسانيه ما كان انت مرتبط هسه بوحده وتريد تخطبها وتريد تتزوج والله يوفق الجميع، عمي روح شوف حياتك، لا ترجع تتنمر على البنيه اللي كنت وياها وترجع تقول له ما ادري شنو تمسمكه ما ادري شنو، بابا عيب، بابا اكبر يا الطفل يا صرصور اكبر اكبر بابا اكبر،
أكبر هاي بنية بيني وبينها مشاكل قدامك بنت بلدي بيني وبينها مشاكل ولا مرة تنمرت عليها ولا مرة طلعت سمع عليها مزينة أصير عصبي أحكي جزء أغلط بشي جزء أسوي بس ما أحكي على شرف البنية مو كل مرة تفتح لايف وتحكي على شرف البنية يا أخي ليش تحكي على الشرف انت اصلا من عينك بالتيك توك رجال انت يعني بالتيك توك ترى ماخذك ملطشه انا هسه من هسه دا اقول لكم شباب نهايه مختصر الكلام هاي الاهانات اللي انا وجهت لها كلش كافي عليه لانه هو حرفيا انسان اذا تشوفون نعال الحمام تكرمون حشاكم يعني نعال الحمام انظف منه يعني هذا النعال مال الحمام انا هسه دا اجيب نعال مال الحمام واحطه بصف نعال الحمام عمي والله اختار نعال الحمام على القليل يفيدني من افوت الحمام مستحيل يعني شوف ذيل الكلب ينعدل وانت ما تنعدل انت حرفيا كلب مال المشاهدات هسه حرفيا انت بالله لازم ما يدزوا لك لا اسد ولا شيء يدزوا لك كلب حتى الكلب وفي يدزوا لك صرصور انت لازم يحطوك بقفص هذا القفص كل شويه يوكلوك تدري شيء يوكلوك كرامه حتى يصير عندك كرامه وتتعلم تصير رجال لانه انت مستحيل تصير رجال بصراحه يعني انت انا هسه اذا احبسك احطك بغرفه اقطع الواير عليك ما تصير رجال لانه انت هاي مستواك هذا مستواك انت كم مره اعتذرت هسه بالسوشيال ميديا من الناس اللي انت غلطان عليهم كم مره اعتذرت منهم وترجع تعيد نفس الغلط كم مره وهاي انا اكد لكم شباب وهاي قدام كل الناس اللي هنا باللايف بنت بلدي اللي صعدت وياه قست تمام واني ما اطبيها قدام هيك واحد رخيص بلا شرف ما اطبيها قدامه انت لو عندك ذره شرف ما تحكي على شرف البنات تمام وانت لو رجال ما تحكي على شرف واحد وانت بلا شرف لو ما بلا شرف ورخيص شرف ما كان سويت هذا الشيء وبنت بلدي اللي صعدت وياه قست تستغل طيبتها انت راح ترجع بيوم من الايام تحكي عليها بس اذا تحكي عليها راح تلقى احنا كنا بالمرصاد لك والاي بنيه تحكي على شرفها تمام وإذا حكيت عليها راح امسحاني بيك القاع لا عبالك انه مثلا احنا بيناتنا مشاكل تستغل وتقول رايدر سد حساب رايدر ما ادري شنو رايدر يسد حلقك ويحط ما اريد انزل مستواك بس رايدر يسد حلقك وما يسوي الحركات اللي انت تسويهن نعرف منه كل الزين يدز للناس ويقول سد حساب رايدر سد حساب فلانه سد حساب علانه ترى اصواتك كلها موجوده اللي منزلك اياها انه انت تقول هيك وسد حسابات الناس وانت اللي كنت تخابر وتقول وتدفع فلوس حتى الناس تسد حسابات مو أنا إذا سد حسابات ولا البنية صديقتي اللي سد حسابات ولا إحنا نسد حسابات ولا ممكن بيوم من الأيام شخص عندي عشرة وياه شخص عندي عشرة وياها أروح أسد حسابها مو متك أني رخيص حتى أسوي هذا الشيء بس أنت بلا شرف ورخيص على مود تسوي هذا الشيء على مود أنت متعود على الرخص مالتك اللي أنت عايش بيه أنت أصلاً أتحداك تقوم توريهم شوفهم ملابسك شوف لهم إياه أنت أتحداك أنت شحاد والله حتى عيب أقول هذا الشيء عيب أقول هذا الشيء بس انت شخص رخيص انت شخص رخيص بمعنى الكلمة انت اذا اشوفك بالشارع حرفيا اتفل عليك وامشي ما اعطيك ولا ذرة اهمية على العموم شباب انا قلت بنهاية هذا اللايف انا طبعا هذا اللايف كله مرت اسوي اقسم بالله لو هو معتذر على القليلة كان اعطيته فرصة أخيرة وما اضطريت أسوي هذا اللايف حتى خلص بعد أنهي من السوشيال ميديا وأنهي من كل مكان من وين المهم أنا قلت لكم أريد رجاء أخير منكم وهذا الرجاء راح يكون من كل المتابعين حاليا باللايف أي أحد يعزني بيكم وأنا أعرف أنتوا إيش قد تعزوني وأنا أعرف المعزة اللي بيننا شنو وأنا أعرف المحبة اللي بيننا شنو وأنا أعرف الرابط اللي بيني وبينكم شنو تمام وأنا أعرف إنه بهاي السوشيال ميديا أقسم بالله والله العظيم إني كنت إنسان حقيقي وكل الناس اللي هنا شاهدين وبحياتي ما تصنعت وعلى طبيعتي من أصير عصبي على طبيعتي من أمزح على طبيعتي من أضحك على طبيعتي بكل شيء الحمد لله أنفهم صح أنفهم غلط المهم أنا إنسان على طبيعتي بس ما أحكي على شرف البنات ولا بحياتي تنمرت على بنية صار عندي مشكلة وياها أبدا الشيء اللي أريده منكم حاليا إذا عندي معزة لكم إن إحنا نقاطع هذول الناس إذا حابين تتابعوني أنا بصراحة ما أتشرف بأي أحد يتابعهم على عيني وراسي كلكم على عيني وراسي أهلكم على عيني وراسي بلدكم على عيني وراسي من ما تكونون تمام بس أنا هذول الناس ما أتشرف بأي أي أحد يتابعني إذا أنت تتابعهم بليز شيل إضافة عني أو إذا تحب تظل ضايفني لو سمحت أنا ما أتشرف بهذول الناس فتروح إذا تعزني أنت تروح تضيفهم لأن هذول يأذوك وأنت أذيتك محسوبة علي لأنه أنا كوني صانع محتوى هنا وكوني أفتح لايفات وكوني أنا وياكم وإحنا أصدقاء وأهل وعائلة مو حلو من أنا أشوف عائلتي قاعدة تتضرر وتتعلم شغلات مو زينة من هيك أشخاص
فانتوا اذا تتشرفون بهذا الشيء انا ما اشرف بي، انت حاب تظل تتابعهم وتشيل اضافه عني هذا الشيء يرجع لك. انا بالنسبه لي هذول الناس ما يشرفوني، ولا بيوم من الايام راح تشوفوني طالع وياهم جيست، ولا بيوم من الايام راح تشوفوني امشي وياهم، لانه هذول مو من مستواي اصلا ولا من مستواكم انه تتابعوني شيء. هيك نماذج، هيك نماذج رخيصه، هيك نماذج يشتروهم حتى بفلوس يشتروهم هذول النماذج. فلو سمحتوا احنا ما نتشرف بهيك ناس. اللي يحب يوقف وياي بهذا الشيء وعند عندي معزه يمكم انا على عيني وراسي، اما اللي يتشرف بهم واللي يحب يتابعهم هذول قدامك تفضل بعد قلبي، تفضل هذول قدامك تقدر تتابعهم. واللي كتبتم على عيني وراسي انت ومين ما تكون من اي بلد تكون كلكم على عيني وراسي، وشكرا لكم. وانا مقدر هذا الشيء. بالنسبه للمشاهير، المشاهير اللي يتشرفون ويشدون بظهر هيك ناس انا ما اتشرف بهم، ايش قد ما كان عندهم ان شاء الله يكون عندهم 100 مليون، ما اتشرف بكم اذا عندكم 100 مليون وتشدون بظهر هيك ناس، ما اتشرف بكم حرفيا ولا اعتبركم اي شيء بهالبرنامج، لانه اي شخص، اي شخص بهالبرنامج هذا. وانا والله العظيم ما لا كنت ناوي اقطع رزق احد، ولا كنت ناوي احكي على احد، ولا كنت ناوي اسقط باحد، بس عارفين هذول الناس يستاهلون، لانه كل شيء صار وياهم يطلعون يحكون على شرف بنيه، ما مسويت لهم اي شيء ولا حكي عليهم. انت من تجي تقول على بنيه زباله مفتوحه وحيوانات ياكلون منها مدري شنو، انت ايش قد وسخ يا اخي، انت ايش قد قذر، انت ايش قد ما عند، انت شنو، انت شنو بالضبط، انت شنو من بشر يعني، انت شنو من بشر بس فهمني، يعني شلون ممكن بشر يحكي هالحكي؟ انا عارفه بشر يعصب يحكي شنو ما كان، يحكي اي شيء شنو ما كان، اوكي ممكن يحكي شيء غلط بس مو لهالدرجه. لك انتوا خمس ست شباب قاعدين بنفس الغرفه كلكم نفس العقليه، كلكم عقليتكم، عقليتكم وتكرموا شحافه الحمام نفس العقليه، كل العقلية الوسخه معقوله كلكم مسوين اسنانكم يم نفس الطبيب؟ والله صار عندي شك انا بالطبيب الصراحه، معقوله السبب ان الطبيب اللي مسوين اسنانهم يمه؟ على العموم شباب انا هاي حتى رسالتي للمشاهير اللي بالبرنامج، اتمنى منكم انه تقاطعون هيك نماذج، اتمنى من كل مشاهير يقاطعون هيك نماذج وما يشدون بظهرهم، لانه اللي راح يشد بظهرهم جد انا ما اتشرف بيه، واللي راح يشوفه يشد بظهرهم انا شايل متابعه عنه ولاغي متابعه عنه وصالخه بلوك بصراحه، ولا يهمني لا هو ولا الناس تشد على ظهري هيك ناس تحكي بشرف الناس، ولا الناس اللي تتابع هيك ناس وتحترمهم، ذولا من دون احترام راح يظلون من دون احترام. وجد جد الله يحمي بنات الناس من هيك واحد، من هيك شخص، يعني جد ما عنده اخلاق، ما عنده تربيه، مره مرتين اعتذر، ثلاثه اعتذر، بعده يعيد نفس الاغلاط، بعده يحكي على شرف الناس. اعطيناك فرصه هوايه، دول الناس اللي بالله بالمحترم اعطتك فرصه هوايه، احترمناك قدرناك سوينا مدري شنو، بس انت مو وجه نعمه. من جد سبيت اهلي احترمتك وقبلت اعتذارك مو لاني شخص خايف منك، ادوسك وامشي انت صرصور، قلت لك انت صرصوري، انت بعد منا ورايح اسمك صرصوري تمام. انا جيت احترمتك لاني انا محترم واعطيتك فرصه انك تعدل من نفسك. لما جيت تسبني بالخاص وتقول لي انا اسوي وافعل بالمتابعين وما ادري شنو سبيتهم، كانت اقدر اطلع رسالتك واشوفها للناس، اقدر شت اطلع حكيك والخصوصيات اللي بالخاص واشوف لهم اياها للناس اللي هنا. بس ادري انا ما عندي شي رخص، ما عندي شي رخص، هذا الرخص ما يمشي وياي، انا الرخص ما يمشي وياي، انت رخيص، انت متعود على الشهاده والرخص، هاي الشهاده والرخص سويت بك شيء شاف وما شاف تمام. بس احنا مو مثلك، هنا شاف الناس شايفه وعايفه وواصله مستويات، انت الناس اللي يشدون على ظهرك كلهم مثلك خيسه، كلكم قاعدين بالخيسة، ملابسكم تجدوها يلا تلبسوها، ملابسكم انتوا اللي لابسيها مجديها يلا لابسيها، الله اعلم يا ابني حاكي على شرفها قبل ما تحكي على شرفها مشتريت لك الملابس اللي تلابسهم، لو انت بخير كان صرت رجال وسويت نفسك بنفسك، بس انت واحد مو رجال، انت واحد لو عندك ذرة شرف ما تسوي هذا الشيء، بس انت بدون شرف، واظل لهم بيك واقول لك انت بدون شرف، واذا انت رجال جيب اسمي باللايف، اذا انت رجال وابن ابوك جيب اسمي باللايف، يا اريد اشوف شلون يطلع لك حس. على العموم شباب من هنا أنا انتهى مسيرة صرصور وهذولا انتهت لهنا، أنا ما كنت حاب انهي مسيرتهم بصراحة والله العظيم، بس خلاص الموضوع بعد صار يمكم حتى طلع من ايدي اني، وما كنت حاب اسلمكم الموضوع، بس انا مسلمكم الموضوع كله لكم، بعد الموضوع كله يمكم، اي حد يشد على ظهرهم من المشاهير ومدري منو احنا ما نتشرف به، بما انه قلت كلكم تنفت وكلكم وياي وعلى عيني وراسي. اني اي شخص من المشاهير يشد وياهم اني ما اتشرف به، الموضوع بعد يمكم، اي شخص من المشاهير يشدوا وياهم ما لنا اي علاقه بي، انا بالنسبه لي مبلكه وشايل الفولو عنه، هذول الناس مو محترمين وما يستاهلون اصلا واحد يصعد وياهم ويسوي لهم قيمه. انا عن نفسي مستحيل بيوم من الايام ارجع اصعد وياهم، مستحيل بيوم من الايام اسامحهم على اي شيء يسووه. بنت بلدي تظل بنت بلدي وقدرها عالي، ما راح انطبيها قدام هيك ناس الخاص بدون شرف. اشوفكم على خير،
احبكم كل شوي. انا هسه حسد اللايف ونرجع نفتح بعدين لاني يعني ما محتاج مشاهدات حبيبي. الحمد لله اغاني ترند، فيديوهاتي ترند، شغلاتي انزلها باحترام من دون ما احكي على شرف بنات. اوكي انت متعود تجيب بنيه صادقه كم يوم بعدين تحكي على شرفها حتى تصعد ترند، هاي تعودنا عليك. وبعدين تجي تفتخر لي بمشاهدات وانت كل اللي مسويه فص. شباب احبكم كل شوي، شكرا على وقفتكم. هذا الإهانة اللي قدمنا لهم اياها كلش كافية وحرامات، اصلا تعبنا نفسنا على مود هيك ناس، بس لازم الناس تعرف حقيقة هيك ناس وما تظل مخدوعة بهيك ناس. والإنسان مو معصوم من الغلط، نرجع نتذكر اكو ناس طيبة وخير وبركة وبنت اصل وتعرف بالاصول ومحترمة، ولازم احنا دائما نحترم الناس اللي محترمة. تمام، لازم الناس المحترمة احنا دائما نحترمها، لازم. واكو ناس تغلط وتعتذر وتصير احسن وتوصل بحياتها وتنجح، وهاي مثلنا احنا، كنا اللي باللايف غلطنا بيوم من الايام اوكي وصرنا احسن، صرنا ناس وبشر احسن وهاي، بس ما توصل اكيد نجيبها للشرف. الشرف شرف شباب، شرف يبقى شرف، هاي الشغلات تبقى الشغلات. انت من تطلع باللايف اكو شغله نسيت اقولها وهي اهم شغله، الاشاره اللي سويتها باللايف قاعد تهدد البنيه. الاشاره انت تعرف كل زين شنو سويت باللايف، اشاره هاي ايدك اكسرها واحطها بحلقك تمام، بس انت مو رجال، انت مشكلتك مو رجال تهدد بس باللايف. الاشاره اللي سويتها باللايف لا عبالك الناس ما شافوها، ترى 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 لاكفك، انا لاكفك لاكفك كل الزين تمام، بس يصير خير. تيمار روح يفتح لايف. وبعد انا خل اقول لك شغله، البنيه تخططك وبعد ما تريدك بحياتها وعافتك، فرجاء خلي عندك يعني انت صرت ما عندك المشكله، كل شيء ما عندك انت، يعني شو اقول لك، خلي عندك شنو يعني، لا كرامه عندك، لا رجوله عندك، لا شخصيه عندك، لا يعني والله عظيم ما ارد اتنمر عليك، حتى حرام اتنمر عليك واعطيك شو اسمه انطيك حسنات، حرام والله، حرام حرام والله، ما عندك شيء، ما ظل عندك شيء حتى اقول لك يظل عندك. خلاص حبيبي اخذ نعالاتك، عفوا اصدقائك اللي وياك، وروح الله وياك تمام. بعدها تجي بخطي، تجي بخطي مره ثانيه. مو تكون بفلان مكان، لو مو بتكون اجيبك، خليك بعيد، خليك بعيد.